حاطه في الماكينه. هات الهويه. شو اسمك؟ ماني مزلوبه. اسمك ماني مزلوبه. تاريخ ميلادك. ليش اي فون؟ Ask me questions like this. Shut up. We have a joke in the airport in Tel Aviv. You know it? Mm-hmm. Like we say, they treat the Palestine like a VIP. You know, they put us in a special room and they want to ask everything about us all day long. They want to know everything. So we must be very, very, very important people, you know? وبعدين احنا لما يجي حد يمثل في بيتنا ولا اشي بنفتخر في بيوتنا، عشان احنا موجودين في البلد القديمة مش برا، ونعتز في بيوتنا. هي العروض عم تحيي القدس بشكل كتير كبير، لانه اكتر من حدا موجود في هاي الامسية، او اكتر من ثقافة، اكتر من ناس بمثلوا شعوبهم، بمثلوا بلدهم. حضرتها طبعا، بس لقيتها انه جميله كثير.
العروض كانت كتير حلوة خصوصا انها بتحكي عن التراث فذكرتنا بتراثنا وكمان موقعها انه متنقل وفي بيوت البلد القديمة عرفنا عليها اكتر. ايه كتير حلوة وممتعة وكتير انا انبسطت فيها كتير كتير.